بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير. اليوم راح ندير لاسوب تاع البسباس. نحتاج 3 حبات بسباس، 2 بطاطا، حبه بصل، 2 زروديه، 2 سنينات ثوم. نحتاج ملح، زريعه تاع البسباس، زريعه تاع البسباس مرحيه، قصبر مرحي، وجومبو ندير نص برك، وهنا بوكي غارني فيه الحشيش وفيها الكرافس. دونك هذايا بوغ لو جومبو، كاين بزاف لي سقساوني عليه. بون انا نديرو يعني غارمون، ما نديروش بزاف. حبيت نكلمكم على جومبو، كاين بزاف ناس تخاف منه. بون انا في الوصفه ما عنديش ان كاركاس دو بولي، راح يعني ما عنديش عظمه تاع الدجاج، راح نعوضها بنص حبه جومبو. هذا جومبو مصرح به من طرف وزاره الصحه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه يقول لك باللي مخدوم بلي با دو بولي، يعني برجل تاع الدجاج. درت فيديو ديجا هدرت على هذا الشيء. لي با دو بولي سون اكسبورتي، يعني الجزائر راهي تصدر في لي با دو بولي للخارج، يعني رجل تاع الدجاج فيهم فيتامينات للانسان. وثالث حاجه، احنا نخافو جومبو كثرتها على جال الحافظ تاعها. الو واش ندير؟ ناخذ لي ترا ما نغلي فيها هاد الجومبو، كي تغليه يعني يروح لي فيه هذاك تاع الحافظ اللي نخافو منه. هذا مكان، ومن بعد نقدر نستعمل جومبو بلا ما ننسى بيان سور الزيت وشويه مارغرين. دوك ندير الزيت، ندير مغرفه برك وحده زيت، لانه راح ندير شويه كريم فريش وندير فرماج. دوك ندير حسابي باللي كاين لو غرا ابخي. نزيد لها مرسو صغير تاع المارغرين، فوالا ما كترش. بعد ما سخن الزيت نزيد له حبه بصل، هذه حبه بصل كبيره. ناخذ كميه من الماء، ندير فيها جومبو تاعي، نخليه يغلي. نسيت المرحله الاولى، نورمالمون ندير قبل زريعه البسباس، نقليها. انا شللتها، درت قس مغرفه صغيره، نورمالمون نقليها مليح باش ندير البصل، بصح معليش انا درتها سوغ لو كوتي. زريعه البسباس كي تقليوها تتلقى الريحه تاعها خير. هكذا نزيد لها الخضره، درت لها لو بوكي غارني، لي غوس تاع الثوم، ندفق البسباس، زوج وريقات رند، شويه الحشيش تاع البسباس. نضيف شويه ملح ما نكترش، كاين جومبو. نضيف شويه زريعه البسباس، راني درت الزريعه دونك حب هذاك اللي شفتوه، دونك ما نكترش، ندير اون بودغ. ودوكا زيت قصبر، انا نحب القصبر نديرو ماشي شرط، باسكو يمد واحد الحلاوه في الماكله نحبها. نخليه يزيد يتقلى شويه ونمرق. دوك نمرق بجومبو، نزيد له الماء تاع لابويوار، نغلق عليها ونخليها طيب. حبيت ندير شلاضة تاع القرنون، نفورو في الكوكوطة وناكلو بلا فينيغريت. دوك نحن نغسلو قبل، هادوما جليزي كاردي، دوك نقشرهم. بون هادي خلاص خسرت لي نرميها، دوك نقشرهم وناخد هذاك اللب ونفورو مع القرنون. هكذا ولا كانت حشرة ولا كانت تراب راهو يحبط كلش. لما تاعي دوكا راهو يغلي، دوك نحط الكسكاس ونخليه يطيب.
دوك راح نشوي الفلفل، دوك نغسلو قبل ما نشويه. هنا بعد ما غلى لي الماء تاع القرنون ندخل لا كورباي، نغلقها ونديرها اوبسيون فيتامين. بعد ما تخرج الفوار تاعها 15 دقيقه نطفيها. كيفاش نعرفوا القرنون طاب؟ نحيو ورقه ولا تنحات فاسيمون سافي دير طاب، ولا شتي باللي جاتك واعره باش تنحيها زيدي لها 5 دقائق. انا قسمت لاسو تاعي على 2، خليت حق العشاء وهذا تاع الفطور. علاش؟ باسكو كي نديروا لا كريم فريش ونديروا فرماج ما لازمش نعاودوا نسخنوها في العشاء. دوك هذه نزيد لها زوج مغارف برك كريم فريش با بلوس، فوالا. نخليها تغلي ثواني يعني كلكو سكوند برك، من بعد نديرها الفرماج ونرحيها. دوك ندفقها باش نرحيها. جو بريفير هاد لو كاري خير من هادوك الحبات المثلثات، ما نكثرش بيسك درت لا كريم فريش ندير ابوبخي هكذا يكفيني، مي لا ميور كو هاد لو فرماج. ودوك نروح نرحيها. هاو القوام اللي تحصلت عليه، فوالا. اليوم حبيت ندير تحليه الفلون بالتمر، على بالكم كاين بزاف الدراري ما يحبوش ياكلوا التمر، دونك كي ندخلوه في التحليه ما يحسوش به. فوالا هذيك المره درت نفس التحليه هذه، درتها بالفلون كاراميل، خرجت لي هايله. كي شفتها بلي بنينه بزاف جو لا بارطاج معكم اليوم. اليوم راح ندير هاد التحليه بالفلون فاني، 50 غرام فلون فاني، نص لتر حليب، 7 حبات تمر، دونك توجور نوترو من الاحسن. هنايا هذا التمر راهو معسل قسمته صغير، وهذا اللوز تاع البارح اللي بقى لي مسبيعات العروسه راح نديرو داخل الفلون، يعني يطيب لي مع المكونات الاخرين. هنا ندفق الحليب، نزيد الفلون، نزيدو حبيبة التمر قلنا 7 توجور نوترو، ونزيدو المكسرات اللي عندكم في الدار كساسوا يعني كاوكاو بيستاش لي زامون ديفيلي واش عندكم في الدار. فوالا دوك نخلط ونديرها فوق النار، يطيب لي يغلي. نخرجو من النار نميكسيه، بعد ندفقو في لي فيغي. بعد ما طابلي لو فلون تاعي دوك نميكسيه وهو سخون، من بعد ندفقو في لي فيغين نخليه حتى يبرد مليح ونزينو. لو فلون تاع التمر راهو جد، راني زينتو بشويه صوص كراميل التمر لي سوريس كونفيت والجوز. ان شاء الله التحليه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه والى اللقاء.